النشرة البحرية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. النشرة البحرية المتوقعة على شواطئ دولة الإمارات العربية المتحدة ليوم الجمعة 12 من شهر نيسان إبريل لعام 2024. على شواطئ الخليج العربي عند الساحل ارتفاع الموج بين 1 و2 قدم، سرعة الرياح بين 6 و12 عقدة، اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية. في العمق ارتفاع الموج بين 2 و3 تصل إلى 4 أقدام، سرعة الرياح بين 7 و15 عقدة، اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية. على شواطئ الساحل الشرقي عند الساحل ارتفاع الموج بين 1 و2 قدم، سرعة الرياح بين 6 و12 عقدة، اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية. في العمق ارتفاع الموج بين 2 و3 تصل إلى 4 أقدام، سرعة الرياح بين 7 و15 عقدة، اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية. حركة المد والجزر لليوم الجمعة 12 من شهر نيسان إبريل. المد الأول الساعة 2:25 بعد منتصف الليل، الجزر الأول الساعة 8:58 صباحا، المد الثاني الساعة 3:13 بعد الظهر، الجزر الثاني الساعة 8:37 مساء. النشرة البحرية على راديو سيزون تأتيكم يومياً برعاية الغواص لتجارة السفن والقوارب.